الحين حابدا احط شعر بنتي من الخلطه اللي سويناها. طبعا هي مره بارده، ممكن تحس الطفل انها بارده عليها وانت تحس انها بارده. بنيجي نحط ندهن الشعر، اهم شيء الفروه، نحاول ندخل الخلطه لجوا وندعكها في الشعر بهذا الشكل كذا، عشان نتاكد انه كل شعره تغلغلت مع الخلطه. شايفين بهذا الشكل؟ خلاص تفردوها وتبدأوا بالطريقة بالخصوص.